كيفاش غادي يشعر هذا الشخص اللي كيضرب راسو ان ام ديالو ماتت على مسبتو؟ بغيت نغير الاسم الحركه باسم حمله، من المغاربه الى المغاربه. واحد الافه كيخصها تلقى لها واحد الحلول، ما وقع مؤخرا بعض الحالات ومنها ديال يوسف ديال الاذن او ديال ساره ديال الوجه. دونك هاد الحالتين كيمثلوا واحد العدد ديال الحالات ديال هاد العنف او ديال هاد الهجوم. دافع اللي جعلني ندير هاد الحمله لان هادشي ولا خصو يتلقى ليه واحد الحد، ماشي فقط ناخذوا هاد الناس للحبس نعاقبوهم. هاد الحمله الهدف ديالها لتوقيف هاد الشيء. الواحد اللي تيضرب راسو كيتحمل ديك الضربه، ولا الجسم ديالو كخشب ما كيحس بديك الضربه، تدخل له في العقليه ديالو حتى الا ضرب واحد اخر يمكن غير ما كيحسش بديك الضربه. هذا الاساس ديال هاد الحمله. فهاد الحالات ديال ما يسمى بالترميل اخطرهم لشت ديال واحد الطفل اللي كان عنده كنظن بعد سنوات، كانت عنده 8 سنين او 9 سنين. واحد الكلب تهجم عليه، استغرقت العملية 14 ساعة. ثانية ديال ديك الطفلة وئام اللي حتى هي 14 ضربة في طفل عنده 12 عام، واخا يكون القلب ديالك ديال الحديد. كتشوف واحد الطفلة هكذاك اللي تهجم عليها بواحد الطريقة مأساوية ما يمكنك تقبلها. الأسباب اللي كتدفع باش دير هاد الجريمة تافهة، ولهذا هاد الأسباب ديالو خصنا ندرسوها. ولهذا كنا باغيين نديروا واحد حوار مع الاشخاص المعنيين بالامر باش نخرجوا بواحد النتيجه، نقولوا لا للترميل وليني كيف لا للترميل. واش خصنا نلتجئوا للمدارس؟ واش خصنا نلتجئوا لهاد الناس اللي عندهم هاد المشاكل؟ واش خصنا نحلوا لهم المشاكل ديالهم؟ واش المشاكل ديالهم عدم التمدرس او الفقر او عدم وجود العمل او لابد ان هذه الظاهره يكون فيها واحد النقاش باش توقف من الجذور ديالها، باش ما ترجعش بديهيه وتلقائيه واللي بغى يدير. ولهذا التعريف بهذا المشكل وعدم التهرب منه قد يكون هو سبب لحل هذه المشكله. الناس اللي يمكن نقول لهم ما تبقاوش تردوا المسؤوليه على الاخرين، ابدا من راسك انت، قول انا غادي نصح وليداتي، غادي نكون مسؤول اولي. كلنا مسؤولون،